الله عليك يا معلم، احلى متى بالليل. ايه القطه الحلوه دي؟ انا عايز افهم، دي قطه توارع ولا قطه نظيفه ولا ايه؟ تعالي. ايوه ايه الحلاوه دي؟ دي قطه نظيفه هتعمل معاها رياضه. تعالي تعالي، ايه الحلاوه دي؟ لعب بتبقى اشكال كده، قطط حلوه تفتح النفس، هي دي الاشكال حلوه، قطط تحس ان هي نظيفه. احلى مسا بالليل. عايز حاجه يا بوضه؟ يا حلوه انت يا حلوه، ايه الجمال ده؟ هي دي القطط اللي تفتح النفس. شوف قطط نظيفه ازاي، قطط نظيفه متعلمه الاحترام والاخلاق. الله عليك، فين الحلاوه دي؟ الجمال ده تعمل مع رياضة؟ ها؟ رياضة؟ الله عليك يا حلوة أنت، إيه الحلاوة دي؟ بقول لك حاجة، الحياة حلوة، الحياة حلوة، ماشي؟ إيه لازم نعمل رياضة كده ونعيش حياتنا، عشان الحياة حلوة. عايزة مية؟ ها؟ الحياة حلوة كده، بصي لازم الحياة ايه نستمر كده ونحل حياتنا. عقبال كده ان شاء الله تبقى عروسة حلوة كده، ها؟ تبقى عروسة حلوة كده، نشوفك عريس، قطة كده عريس حلوة كده، ها؟ ماشي؟ والله الواحد بيشوف أشكال حلوة. ايه الجمال ده يا جدعان؟ عايز أقول إذا عجبكم الفيديو اشتركوا كتير واعملوا لايكات كتير مع التعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس. زعلانة ليه؟ زعلانة ليه يا أختي؟ ها؟ زعلانة ليه؟ مين مزعلك؟ قولي بس مين مزعلك؟ ها؟ مين مزعلك؟ الحياة حلوة. إيه اللي معادك كده؟ أهو عندك بحر أهو، بحر أهو. قطة نظيفة ومحترمة ومتربية تربية حلوة. إيه الجمال ده؟